في احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال. مصر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف بالسودان، وأتاحت الفرصة لإنجاح جهود التسوية. المعارك تتواصل في السودان رغم تمديد الهدنة 3 أيام، وعشرات الآلاف يفرون بحثاً عن الأمان. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تولي القيادة السياسية عمال مصر اهتماماً كبيراً باعتبارهم القوى الفاعلة للمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد من الإسكندرية لأسوان. ومع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تؤكد مصر من خلال إجراءاتها المتنوعة قيمة ودور العمال الوطني في مساهمتهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصلاحية الجديدة بمحافظة الشرقية. وهنأ الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال عاملات وعمال مصر الأوفياء، مؤكدا أن التاريخ سجل دوما بحروف من نور دور العمال المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال، كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة. ووجه الرئيس السيسي بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لتفعيل عمل الصندوق. وفي ضوء اهتمامنا الكبير بالعمل وأحوال العمال وتعويلنا على عمال مصر للإسهام القيم في النهضة الشاملة التي نعمل من أجلها، فقد قررت كذلك ما يلي: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء أو فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة
من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً اللي هي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأيضا ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، تعزيز للامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها. سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل. وطلب الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة عيد العمال بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة. كما وجه الرئيس السيسي بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال. قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التي تم إطلاقها عام ده حقكم ربنا يوفقكم. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل. وشدد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة عيد العمال على أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار. ودعا الرئيس السيسي في هذا الصدد الحكومة للقيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عمال مصر الكرام، إن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأقول لكم إننا معا قادرون بإذن الله تعالى على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما أبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية. وبالله سبحانه وتعالى وبشعب مصر وبعمالها الأوفياء، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأكد الرئيس السيسي أن الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية أضافت المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت إن خلال يعني الأحداث اللي فاتت ديت حدثت، يعني إن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، وبعدين إحنا هنعمل إيه؟ حد قال كده يعني، أو أنا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش، مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا أو اللي موجودة في العالم كله، مهما كانت، شوفوا، طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معنا حاجة. مهم أوي إن احنا يعني، أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد على النقطة دي معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا، تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة. ربنا هو اللي، ربنا، اسمعوا كلامي من فضلكم، أنا عايز أقول لكم كلكم الكلام دوت، طبعاً طبعاً طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. انا بتكلم على ان مهما حصلت من ازمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في اي مشكله ونقدر نعدي اي حاجه. ده موضوع مهم قوي. وشدد الرئيس السيسي على الحرص دائما على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما أشار الرئيس السيسي إلى العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة. أحرص على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. We'll be right back.
هذا وقد أعلن الرئيس السيسي عدة قرارات هامة خلال كلمته لصالح العمال في إطار الاحتفال بعيدهم. يعتبر مصنع الشرقية للسكر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر داخل مصر وضمن أكبر مصانع الشرق الأوسط. ويتميز مصنع الشرقية للسكر بتجهيزه بأحدث معدات في الشرق الأوسط عن طريق التعاقد مع شركات ألمانية وفرنسية وبلجيكية. على مساحة 1,800,000 متر مربع يزدهر صرح كبير، هو مصنع الشرقية للسكر المقام في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وينتج حوالي 250,000 طن سكر سنوياً و100,000 طن مولاس و100,000 طن علف سنوياً. ويعتبر مصنع الشرقية للسكر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر داخل جمهورية مصر العربية وضمن أكبر مصانع الشرق الأوسط. الشركة مساهمة مصرية، مساهم فيها قطاع خاص مصري، قطاع عام مصري، ومؤسسات مالية عربية. المصنع مقام في الصالحية الجديدة على مساحة أرض حوالي 1,800,000 متر مربع. احنا الحمد لله حاصلين على جميع الموافقات والتصريح الخاصة بشركة شراء صناعة السكر، ده بدعم طبعا من فخامة الرئيس لمسانداته لجميع الشركات. ابتدينا نوظف كل الكفاءات اللي موجودة في الصالحية، وبعدين ابتدينا حتى نمتد. في الأول كنا بناخد من محافظات أخرى، ولكن دلوقتي احنا بندي أولوية دايما لمحافظة الشرقية والناس اللي في الصالحية. تعتبر يمكن احنا لقينا محط أنظار لشركات كتيرة، وعندنا دايما العمالة من الامبلوير اوف تشويس، العمالة اللي بيحاولوا دايما يلتحقوا بالشركة.
مصنع الشرقية للسكر يوفر حوالي 15% من احتياجات السوق المصري من السكر، وتصدر حوالي 65 مليون دولار سنوياً لدول مثل الصين وكوريا ودول أوروبا. إحنا هنا في المصنع تقريباً طاقة المصنع من 12 إلى 14 ألف طن بنجر يومياً. بنعمل تقريباً من 2000 طن سكر أبيض مبلور وحوالي 700 ملاس، ده يعتبر منتج ثانوي للمصنع، و700 طن علف حيواني. مصنع الشرقية للسكر يعد إضافة للاقتصاد القومي، لأنه سيساهم في تشغيل نحو 713 عاملاً وموظفاً بشكل دائم، إلى جانب نحو 350 عاملاً من العمالة الموسمية. ويعتبر مصنع الشرقية للسكر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر داخل جمهورية مصر العربية وضمن أكبر مصانع الشرق الأوسط. احنا الشركة عندنا هنا يعتبر من الشركات الرائدة في صناعة السكر والأولى على مستوى العالم. احنا الشركة أنشأناها بدأناها وكنا قادرين على أن احنا نوصل بها للمرحلة اللي وصلنا لها. وحصل مصنع الشرقية للسكر على العديد من شهادات الجودة ومصنف ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء. مصنع الشرقية للسكر هو شركة مساهمة مصرية تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول البنجر وتصدره، وتبلغ الطاقة التشغيلية لمصنعها أثناء موسم البنجر 12 ألف طن يومياً بإجمالي 1.6 مليون طن سنوياً، تنتج منها 250 ألف طن سكر أبيض بالإضافة إلى 100 ألف طن أعلاف حيوانية و100 ألف طن ملاس تصدر للخارج. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أرحب بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحب بك أستاذ محمد. القيادة السياسية حريصة منذ سنوات على توسيع قاعدة ومظلة الحماية الاجتماعية، وتابعنا اليوم خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال من الشرقية بحديثه وإعلانه عن مجموعة من القرارات الهامة التي تصب في صالح العمالة المصرية، ربما كان على رأسها ما يتعلق بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. كيف قرأت هذه القرارات وأهميتها بالنسبة لهذه الطبقة أو هذه الفئة المهمة في المجتمع المصري وهم عمال مصر؟ طيب، كل سنة وانتم طيبين وكل عمال مصر بخير وبسلامة وبصحة. وطبعا القراية هنا لما نيجي نقول ان فخامة الرئيس بيعمل صندوق للعمالة الغير منتظمة، ده ان ده اللي بيدل ان معالي الوزير ان فخامة الرئيس بيهتم بالعمالة البسيطة والعمالة الغير منتظمة اللي هي ملهاش دخل ثابت، فكان لابد من ايجاد حل ليهم في حالة لو حصلت ازمات او حصلت اي مشكله مثل مشكله كورونا، فلابد ان يكون في صناديق تسد هذه الفجوه. بل بالعكس، ان هو زود كمان الرقم اللي موجود، نزل الرقم الموجود كان 500 جنيه للعمال غير المنتظمه، وصله ل 1000 جنيه. طبعا هو ده اهتمام بسيط جدا وبالك، انما كمان الاهم اللي هو لو بصينا عليه هو شهاده امان فخامه الرئيس قال لابد انها
سعاد ثاني واخد بالك، ودي كلها بتفيد العماله المتوسط. نعم، فيما يتعلق بحديثه ايضا عن يعني وثيقه امان، اشار الى نقطه اخرى متعلقه بالمساواه بين الجنسين في العمل وتوفير بيئه عمل امنه، اهميه الاشاره الى هذه النقطه المساواه بين الجنسين في اشاره الى حقوق المراه العامله والعاملات في المصانع المصريه. طب يعني اسمحي لي بس يعني اوضح جزئيه صغيره، فخامة الرئيس قبل ما اتكلم في دي كمان اتكلم على ذوي الهمم. نعم. واكد ولاول مره فخامة الرئيس يقول القطاع العام والخاص الالتزام بنسبه 5%. نعم. ودي يعني لفته من فخامة الرئيس ان هو هذه الفئه فعلا لابد ان هي تاخد حقها في المجتمع المصري. يمكن احنا شفنا النهارده هو بيكرم الفئات ذوي الهمم كانوا فعلا رافضين ان هم بياخدوا اي بياخدوش اي استثناءات ونزلوا العمل وبيأدوا زي ما غيرهم. اما بالنسبه للمساواه ما بين الرجل والمراه، انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا هنا في مصر في كل الشركات ما فيش اصلا تفرقه ما بين المساواه بين الرجل والمراه في الاجور، بل بالعكس المراه النهارده زي ما شفنا برضه في تكريم فخامه الرئيس، النهارده احنا شفنا سيده بتسوق اتوبيس سياحي وهي مدرجه في دي من الاعمال اللي هي بنقول عليها صعبه على الستات، هي اقتحمت كل المجالات دلوقتي. فما فيش النهارده نقدر نقول ان ما هو خمسه الرئيس بيقول يعني لو انتوا اي ست عايزه تدي او تخش اي مجال لابد ان يتفتح لها كل المجالات. وده طبعا النهارده المراه بقت نص المجتمع، لا دي هي المجتمع كله. كمان في نقطه مهمه جدا لما اثرها فخامه الرئيس، قال كمان ان السيده ليها دورين، دور في العمل ودور مجتمعي في تربيه الابناء، فلابد ان احنا نراعي الاثنين دول. فدي معادله يعني اللي يقراها ان سياده الرئيس بيقرا واقع وعايز يحسن ويدي الست وتبقى زيها زي الرجل، وده موجود فعلا في مصر. انا مش عايز اقول لك في بلاد اوروبيه الاجور عندها، انا كنت مؤتمر خارجي وفوجئت ان في بلاد اوروبيه بتفرق ما بين الرجل والمراه في الاجور، وده مش موجود عندنا هنا في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أيضا إلى ضرورة دراسة قانون العمل المقدم لمجلس النواب، هذا القانون مع الموافقة عليه وإصداره ربما بشكل مختلف وبتطور يتواءم مع ما نشاهده حول العالم من أزمات، تحتاج لربما قوانين جديدة أو طرق جديدة للتعامل مع مختلف المشكلات. يعني هذا القانون ما الذي سيضيفه لعمال مصر ولبيئة العمل بشكل عام؟ بص، هو قانون العمل واخد بالك هو ده بقى له فتره بيناقش في البرلمان، واحنا حضرنا حوار مجتمعي في البرلمان ومناقشات جاده، وكمان اتناقشنا كمان مع اصحاب الاعمال علشان يبقى في رؤيه واحده بحيث ان احنا نحافظ على حقوق العاملين او نعمل توازن كمان كل واحد يعرف حقوقه وواجباته، وفي نفس الوقت ده دستور هتشتغلي عليه الفتره اللي جايه، وكمان بتدي اطمئنينه للمستثمرين ان بالنسبه للقوانين اللي موجوده تتناسب مع المرحله اللي موجوده. النهارده مفيش حاجه اسمها استماره سته، النهارده مدي حريه برضو، مدي حقوق للسيده في حاله الوضع، مدي برضو امان وظيفي، لابد ان يكون في تامينات ولازم بد يكون كل الامور اللي هي كان عليها خلاف وكان بتعمل مشاكل وعدم استقرار لان الناس تتجه للتعامل في القطاع الخاص ان شاء الله هتبقى موجوده في قانون العمل. وده امر طبعا احنا يعني بنسعى عليه بقالنا فتره، وان فخامه الرئيس ياكد عليه. انا بقول لك ان القانون يعني خد مناقشات كتير خلال الفتره اللي فاتت، وهيطلع ان شاء الله بشكل متوازن خلال الفتره القادمه هيرضي جميع فئات الشعب المصري. نعم. أستاذ محمد، خلال كلمتك في الاحتفالية أشرت ربما إلى عدة نقاط يعني شكلت فارقا في بيئة العمل المصرية وأيضا بالنسبة للعمال المصريين في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة، لكن بالنسبة لنقابات عمال مصر يعني ما هو دورها في الفترة الحالية أيضا للاهتمام بالعمال وضمان حقوقهم بشكل أكبر وتوفير بيئة العمل المناسبة من خلال متابعتها لما يحدث؟ طيب يعني كده انا اشرت في حوالي ثلاث او اربع خمس حاجات بنحلم بيها. قلت ان احنا بنحلم ان اي عامل بيطلع المعاش عايز ياخد مرتب زي اخر اجر، وده اللي فخامه الرئيس عمل قانون التامينات الاجتماعيه الجديده.
قلت ان انا بحلم ان احنا يكون عندنا تامين طبي شامل عشان تعالج كل الناس، كل عقد الشعب المصري على اعلى مستوى، واحنا برضو موجودين في هذه التشريعات اللي بتتم واللجان اللي موجوده. النهارده دور الاتحاد هو الحفاظ على حقوق العاملين ويعمل توازن ما بين العامل وبين اصحاب الاعمال. حضرتك طبعا انا مش عايز اقول لك احنا الحمد لله متواجدين في كل موقع عمل. النهارده النقابيين موجودين في كل لجان شؤون عاملين، نعم، بيحافظوا على حقوق العمال، وفي نفس الوقت بيبقوا لو في اي مشكله بيحلها. احنا دعاة استقرار العمال في مصر ان شاء الله، متفائلين للمرحله اللي جايه باذن الله. لما نخلص قانون العمل هتبقى اضافه للعمل المصري والمشاريع اللي موجوده باذن الله، وتبقى يعني عايزين نقول الامان الوظيفي هو اللي يهمنا المرحله اللي جايه، والتدريب والتثقيف كل ده موجود في قانون العمل باذن الله. الرئيس خلال كلماته ايضا اشار الى نقطه متعلقه بحمله قوميه لتحسين صوره العمال واهميه العمل في المجتمع. اهميه هذه الحملات في التوقيت الحالي، خاصه ان مصر تعتمد دائما على سواعد ابنائها لبناء هذا الوطن. طيب انا 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 دي هاخدها وارد على حضرتك، يعني خدها خطوطه. الاعلام لابد من يكون له دور كبير جدا خلال المرحله القادمه في توضيح، لان في ناس للاسف الشديد مش بنبعت الصوره السليمه، او يبقى في صوره سليمه او صحيحه على الاعمال اللي موجودين بيها. انا لازم نتكلم بصراحه ان في ناس بتاع يعني ما بتطلعش لبعض الوظائف لان الصوره ما بتبقاش منقوله بالشكل السليم، فلا بد ان الاعلام يكون يسلط الضوء على الوظائف، يسلط الضوء على المهن اللي هي النهارده موجوده ومطلوبه في الخليج. حضرتك لو تعلمي انا عندي دراسه، احنا عندنا شرط 40,000 ممرض داخل مصر، واحنا عندنا خريجين كل سنه دول الخليج بتفتح، مطلوب العماله المصريه مطلوب ليها، ولابد ان احنا نكون متطورين وعندنا من العماله المهره المتدربه علشان نسد السوق الخليجي. واوروبا دلوقتي كمان في طلب على العماله المصريه، ودي حاجة كنت أنا يعني برضو لمستها لما أخذ. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجهت السيدة انتصار السيسي تحية لكل عمال مصر في عيدهم، وقالت فيها إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن. جاء ذلك في تدوينة لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا بعنوان التنسيقية والحوار الوطني، المشاركة والمحور السياسي، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني الذي تنطلق جلساته الأربعاء المقبل. تناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها توقعات أعضاء التنسيقية وآمالهم ونظرتهم للحوار الوطني وأهم ما تم تقديمه من ملفات، بالإضافة إلى ملف الحبس الاحتياطي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، فضلا عن تطوير العمل النقابي. فرصة مهمة جدا جدا جدا، المفروض ان جميع يعني الفصائل السياسية، جميع فئات المجتمع يستغلوها افضل استغلال، لانها يعني حراك، هي حالة حراك في المجتمع. الجميع بيقدم مطالبه بكل أريحية وعلى أرضية مشتركة. احنا جربنا حلول كتيرة جدا، لكن في النهاية وجدنا ان الحل الأمثل هو الحوار. هو الصالون السياسي كان مثمر جدا،
وكان في كاف تناقشنا في كافة القضايا المتعلقة، سواء كان عمل نقابي أو كان عمل مؤسسات مجتمع مدني أو كان بخصوص الحبس الاحتياطي وخلافه. الحقيقة أن الجلسة النهاردة كانت بتتكلم عن الشكل التنسيقية أدارت به الحوار الوطني أو مخرجاتها للحوار الوطني، إزاي قدرنا نعمل ده بشكل تنظيمي، وإزاي كانت استراتيجيتنا أو فلسفتنا في نقل هذه الأوراق. والجانب الآخر كنا بنتكلم عن المحور السياسي تحديداً، وطبعا لان التنسيقيه هي كيان جامع لكل الطيف السياسي سواء كان مؤيد او معارض، فالمعارضه كان ليهم نصيب كبير. كنت مهتمه جدا الحقيقه بالكلام عن او بما سمعته من زملائي عن ملف المجتمع المدني وعن الحبس الاحتياطي. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا بعمان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق. ينعقد الاجتماع في إطار اللجنة المشتركة من مصر والأردن والسعودية والعراق المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخراً. استأنف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعمال دورته غير العادية لمناقشة تطورات الوضع في السودان برئاسة مندوب مصر. كان المجلس عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 16 من إبريل الماضي، صدر عنها بيان ختامي نص على إبقاء دورة المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان. وفي كلمته أكد السفير محمد مصطفى مندوب مصر الدائم لدى الجامعة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، أكد على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف، وطلب مندوب مصر بإتاحة الفرصة لإنجاح جهود التسوية بالسودان. إن ما يجري بالسودان يدمي قلوبنا جميعا، ونراه أمرا جللا شديد الخطورة على أمن السودان وعلى الأمن القومي العربي برمته. إننا نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف، وإتاحة الفرصة كاملة لنجاح جهود التسوية وجعلها تؤتي ثمارها في القريب العاجل. ونحذر من هنا باسم رئاسة المجلس من أن المساس بالمدنيين بالسودان واستهداف منشآتهم لا سيما الطبية منها هو أمر خطير للغاية، ويمثل انتهاكا واضحا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نقولها بكل وضوح ممكن كي يعيها من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته، فمصلحة جمهورية السودان وشعبها تظل أولوية قائمة للأمة العربية. هذا وقد أكد نائب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية على ضرورة وقف الأطراف المتصارعة بالسودان للقتال فورا لحقن دماء الشعب السوداني. وحذر نائب مندوب مصر بجامعة الدول العربية من مخاطر التدخل الخارجي في الصراع السوداني، مشدد على خطورة محاولات تدويل القضية. فإلاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني يجب أن تظهر من خلال مبادرة الأطراف ببذل كافة مساعيها لحقن الدماء، وهو شرط أساسي للعودة للحوار السياسي الحتمي الذي يمكن من خلاله حل الأزمة بشكل شامل، وبما يعالج أسبابها الجذرية ويلبي تطلعات الشعب السوداني من استقرار وتنمية. وهنا تتقدم مصر بخالص التعازي لضحايا الشعب السوداني الشقيق جراء الصراع الدائر. أثبتت العديد من التدخلات الخارجية بغض النظر عن النوايا المعلنة أنها لا تأتي بالخير للدول وشعوبها، وتفتقر للخبرة الكافية بما يؤجج الصراع ويعمقه ويقود سيادة الدولة ووحدة أراضيها ويهدر مقدراتها لأجيال قادمة، كما ينذر بتوسيع نطاق الصراع ليأخذ أبعاداً إقليمية وخيمة. وتحذر مصر من أي محاولات للمتاجرة السياسية بالأزمة أو تدويلها لتحقيق مكاسب لأطراف خارجية على حساب دماء الشعب السوداني الشقيق. قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس إن المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستعقد في السعودية على الأرجح.
وأضاف بيرتس أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض. كما أشار بيرتس إلى أن هناك معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف. ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماع لقيادة العسكرية بالخرطوم، ونشر الجيش السوداني لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها تظهر البرهان مع قادة القوات المسلحة في مركز قيادة لم يكشف عنه. من ناحية أخرى، قال الجيش السوداني في بيان إن قوات الدعم السريع حشدت قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بالعاصمة الخرطوم حتى صباح يوم 15 من إبريل لتنفيذ ما وصفه بالمؤامرة. وأضاف الجيش أنه تمكن خلال 15 يوما من القتال من تخفيض القدرات القتالية لقوات الدعم السريع بنسبة من 45% إلى 55%، والتي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة. أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة لمدة 3 أيام، بينما قرر الأمين العام للأمم المتحدة إفادة مسؤول كبير إلى المنطقة في ظل الوضع غير المسبوق في السودان. ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة الخرطوم وضواحيها تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ويقبع الكثيرين منهم في المنازل. فيما لا يبدو أي حل دبلوماسي يلوح في الأفق رغم الجهود الدولية والإقليمية، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة لمدة 3 أيام. ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة وضواحيها تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، كما نزح عشرات الآلاف في الداخل أو في البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء واسعة. الأمم المتحدة أعلنت الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان، على رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورت السودان لإجلائهم. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك، كما قرر أن يوفد فورا إلى المنطقة المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن جريفيث، وذلك في ضوء وضع وصفه بغير المسبوق. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح نحو 75,000 شخص داخليا خلال الأسبوع الأول من القتال بشكل رئيسي في ولايات الخرطوم والشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال وغرب وجنوب دارفور، كما تحذر الأمم المتحدة من وصول عدد الفارين إلى 270,000 شخص في حال تواصل القتال. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيلغي فوراً تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل 3 من موظفيه هناك. وأرجعت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين ذلك إلى أهمية تقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي. كان برنامج الأغذية العالمي قد قال في 16 من إبريل الماضي أنه أوقف مؤقتاً جميع أنشطته في السودان بعد مقتل موظفيه 3 في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. دفع القتال وانعدام الأمن عشرات الآلاف إلى الفرار من السودان بحثا عن الأمان في البلدان المجاورة. في تشاد، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها فرق الطوارئ على طول الحدود الشرقية مع السودان للاستجابة للاحتياجات العاجلة للحماية والمساعدات الإنسانية. لم ترحم أحد داخل أو خارج البلاد، إنها الحرب الدائرة في السودان، فحتى من هربوا من خطر محتوم لم يسلموا من مصير مجهول. في مخيم للاجئين في شرق تشاد افترشت هؤلاء السيدات الأرض تعبا،
وغرقت هذه الطفلة المرهقة في نوم عميق بعد رحلة طويلة للخروج من لهيب النيران سالمة. أما هذه السيدة وتدعى آمنة مصطفى فتنتظر دورها في الكشف الطبي بالمخيم، حيث تنتظر مولوداً جديداً كتب له أن يولد خارج بلده في العراء في ظل درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية. وبحسب المسؤولين الطبيين بالمخيم فإنه بمجرد الولادة تواجه النساء والأطفال في المخيم صراعات صحية مستمرة، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والجفاف من الهواء المشبع بالتراب ونقص المياه الصالحة للشرب. ودفع القتال العنيف وانعدام الأمن عشرات الآلاف إلى الفرار من السودان بحثاً عن الأمان في البلدان المجاورة، فيما تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على توسيع نطاقها لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان. وبحسب المفوضية فر ما لا يقل عن 20,000 لاجئ منذ بداية القتال عبر الحدود إلى قرى في تشاد، يقع العديد منها على بعد 5 كيلومترات فقط من السودان، يحتمون تحت الأشجار ويفتقرون إلى المياه النظيفة والغذاء. ويكافئ عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب لمغادرة السودان في ظل استمرار القتال العنيف على الرغم من سلسلة الهدنات الهشة. بورت سودان هي ملجأ نسبي توجه إليه الكثيرون على أمل مغادرة البلاد عن طريق البحر، حيث تجمع الآلاف في محاولة لتأمين مكان على متن سفينة المغادرة. ويعتبر السفر في حد ذاته إلى بورت سودان معقد، حيث ينطوي على الأقل على يوم من السفر عبر منطقة صحراوية في ظل نقص وغلاء الوقود والماء ووسائل النقل. السودان عايش في لحظة بتاعت رعب حقيقية. يعني أنا بتكلم عن جثث في الشوارع، شمينا روحة الجثث ونحن جايين من الخرطوم، الضرب الغزف، يعني بجد السودان في حالة بتاعت حرب حقيقية. احنا تقريبا حوالي 3,000 4,000 5,000، العدد كبير جوا الميناء وبرا وعلى الكورنيش، الناس بتنوم في الأرض، أرامل، أطفال، مسنين، مرضى بشكل عام. احنا قاعدين هنا في مكان، يعني الله يجزاهم الخير وفروا لنا اصلا مكان، لكن احنا قاعدين في الارض، ويعني اغلب الناس قاعدين في الاراضي، كلنا جايين من اماكن بعيده. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي. وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحا أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بهدف الإسراع في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج، وبالتالي الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير. جاء ذلك خلال لقاء مع السفير الإسباني بالقاهرة ألبارو إيرانثو، حيث تم بحث التغيرات التي تشهدها صناعة الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية وجهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على هذه التحديات وتأمين الإمدادات ودور مصر في تأمين جانب من هذه الاحتياجات. وبهذا الخبر نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. في احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي وجه بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1,000 جنيه للعمال. مصر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف بالسودان واتاحت الفرصة لإنجاح جهود التسوية. المعارك تتواصل في السودان رغم تمديد الهدنة 3 أيام، وعشرات الآلاف يفرون بحثا عن الأمان. وبختام العناوين نصل معكم لنهاية نشرة الثالثة. دمتم في أمان الله.